رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بطلب تأجيل كأس إفريقيا للأمم المقرر احتضانها بالمغرب في الفترة المتراوحة بين 17 يناير و 8 فبراير 2015. ويأتي طلب هذا التأجيل بناء على قرار وزارة الصحة المغربية الذي يؤكد على ضرورة تفادي التجمعات التي يشارك فيها وافدون من الدول التي ينتشر فيها فيروس إيبولا، وذلك لتجنب خطر انتشار هذا الفيروس. هذا وسيقوم وفد رسمي بلقاء خلال الأسبوع المقبل مع رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وذلك لدراسة الإجراءات العملية لهذا التأجيل. يحتفي المغرب